اكزامبل رقم 6 شو يقول؟ يقول AB زائد AC AB زائد AC الكل بار زائد A بار B بار C. طلاب من تشوفون هيك حد معناها البار يتوزع فقط على هذا الحد، ليش؟ لأن المظلة فقط على هاي الأحرف، يعني هذا ينزل ما نتحكم به، لا تنسون، يعني مو توزعوا البار على هاي الحروف أيضا، لا، البار يتوزع على اللي تحته، شكو أكو حروف تحته يتوزع عليه، زين طلاب؟ فش أجي أسوي؟ أول شيء أنزل حروف السؤال مالتي A B A C، أوزع البار على كل الأحرف، أحول الضرب إلى جمع، والجمع إلى ضرب، والضرب إلى جمع. فش أسوي؟ قلنا كل حدين بيناتهم جمع أسوي أقواس. اتفقنا على هذا الاتفاق. هذا الحد ينزل، ليش؟ لأن يعني ما اشتغلت به فينزل. لأنه ما له علاقة بالبار. فهسه شو أسوي؟ أوزع أقواس. شو يصير؟ A بار في A بار زائد A بار C بار زائد A بار B بار زائد B بار C بار. وزعت A بار في A بار A بار في C بار B بار في A بار B بار في C بار. وزعت هذا الحد ينزل ما أشتغل به، من يجي دوره أشتغل به. هنا عندي قاعدة تقول قاعدة التوأم اللي هي فقط أي بار يصير. هنا عندي نفس الوقت عامل مشترك، ليش؟ لأن أني نظري دائما وين يقع؟ يقع على الحد الكبير. الحد الكبير هو أتخلص منه. شنو معناها؟ يعني أني وين بحثي؟ بحثي على الحد الكبير. الحد الكبير هو اللي أريد أبسطه، لأن خما أبسط الحد أبو حرفين، لا، أني هدفي هذا اللي هو الحد أبو ثلاث حروف، هو هذا اللي أبسطه. فعندي عامل مشترك. العامل المشترك هو شنو؟ هو الـ A بار B بار، فهذا ينزل، هذا ينزل، ما تلاعب يعني ما اشتغلنا به، ينزل هذا الحد، هذا الحد ويا هذا الحد عامل مشترك اللي هو A بار B بار، ايش بقى؟ بقى منا واحد زائد C، مو صحيح؟ هذا الحد أيضا ينزل لأن ما اشتغلنا به اللي هو B بار C بار. هاي اكو قاعدة تقول واحد زائد سي هي واحد، زين؟ فش بقى من الحد؟ بقى منا بقى اي بار زائد اي بار سي بار زائد اي بار بي بار زائد بي بار سي بار. اطلع عامل مشترك منا اي بار يبقى واحد زائد سي بار، هي قاعدة تقول واحد. اي بار بي بار زائد B بار C بار. ش عندي بقى؟ منا طلع عندي A بار بقى A بار زائد B بار زائد B بار C بار. منا يطلع عامل مشترك أيضا اللي هو أطلع عامل مشترك A بار. حكملكم هنا. يبقى واحد زائد B بار. زائد هذا ينزل ما اشتغلنا به. زائد B بار C بار. هذا يروح قاعدة تقول يساوي واحد، إذا يبقى من الحد A بار زائد B بار C بار. زين طلاب هذا الجواب النهائي. أولاً طلعت معانا، ثانياً راح أطلع جدول. الجدول مالتي يحتوي على ثلاثة أنبوت، معناها A وB وC. نفس الجدول اللي قبل شوية أبو ثلاثة أنبوت، معناها ثمان احتمالات. 001 10 هذا ثابت بكل سؤال بي 3 انبوت. زين طلاب 10 11 100 101 110 111. اجي اطلع
الاي بار معناها عكس جدول الاي، معناها 4 واحدات 3 اصفار. اطلع بي بار عكس جدول البي، واحدين صفرين واحدين صفرين. سي بار اطلعه اللي هو عكس جدول السي، واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. اجي اطلع هذا الحد بي بار سي بار، معناها اضرب دول الجداول، واحد صفر صفر صفر، واحد صفر صفر صفر. اجي اطلع الواي اللي هو هذا الاي بار زائد سي بار، اي بار زائد بي بار سي بار، معناها هذا الجدول ويا هذا الجدول اجمعه، فاجمع 1 زائد 1 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1، 0 زائد 1 1، 0 زائد 0 0 0 0. اتاكدوا من الحل همينه، حلوا بايديكم طلاب. راح ارسم لكم بهذا المجال الصغير، لو رسمت الاي بار والبي ويا السي اثنيناتهم بار، البي ويا السي اثنيناتهم بار، يجمعهم اند، تطلع هنا يجمعهم. رسمت لكم الرسم البسيط اللي هو اي بار زائد هاي زائد اي بار بي بار سي بار، هنا بيناتهم بار بين البي بار والسي بار. اتمنى هذا المثال يكون واضح لكم طلاب. راح اعيد لكم اياه اعاده سريعه. راح اعيد لكم اياه اعاده سريعه طلاب. هنا سويت، هنا وزعت البار على كل الاحرف واجيت هذا نزلته، ليش؟ لانه ما عليه بار، انه خارج البار فينزل ما نشتغل به. نجي نحول الضرب الى جمع والجمع الى ضرب وهكذا. اول عمليه اشوف عندي اقواس، شلون انا اصلا خليت الاقواس؟ قلت لكم كل حدين بيناتهم زائد اخلي بيناتهم قوس. زين طلاب، كل حروف بيناتهم جمع هم قوس، فخليت قوسين. جيت وزعت الاقواس، من نوزع الاقواس راح تطلع عندي قواعد، لازم احل هاي القواعد. جيت طلعت عندي قاعده التوأم، هنا هنا اي في اي بار، اي في سي بار، وزعت وزعت طبيعي وهذا نزلته. هنا قاعده التوأم، كل توأم ينزل واحد من عندهم. زين طلاب، كل حروف توأم ينزل توأم من عندهم واحد. هذا ينزل ما اتلاعب بيه، ما اشتغل بيه لان ما يشبه احد. فاجي هذا الحد الكبير هو اللي اتخلص منه، لان انا اريد بالنتيجه يطلع عندي حرفين مو ثلاث حروف، فهذا هو الهدف. اجي اشوف اكو عامل مشترك بينه؟ نعم، اذا هذا ويا هذا يصير عامل مشترك، هذا طلعت العامل المشترك. نزلت هذا الحد نفسه ما اشتغلت فيه، وهذا الحد نفسه نزلته ما اشتغلت فيه. فطلعت عامل مشترك بقى 1 زائد سي، تقول قاعدة تساوي 1. وهنا هذا الاي بار ينزل ما اشتغلت فيه، الاي بار في سي بار ينزل ما اشتغلت فيه، هذا العامل النتيجة مال العامل المشترك ايضا تنزل، وهذا ينزل لان ما اشتغلت فيه. راح اجي اشوف عامل مشترك ايضا، لان لازم ابسط بعد. هنا اطلع عامل مشترك، هاي القاعدة تقول هو يساوي 1. اجي اي بار في بي بار ينزل، بي بار في سي بار ينزل، ايش بقى عندي؟ بقى عندي عامل مشترك ايضا، يبقى واحد من دول، يبقى 1 زائد بي بار، ويبقى بي بار سي بار ينزل للنهايه، لان ما شفت شيء يشابه وياه على مود اطلع قاعده. زين طلاب، فهاي تقول قاعده هي 1، ايش بقى عندي للحد النهائي؟ بقى اي بار زائد بي بار سي بار. اجيت رسمت جدول ورسمت البوابات. أتمنى يكون هذا المثال مفهوم لكم طلاب. هذا المثال بالمنزلة صفحة 32. ها
هذا المثال بالمنزمل صفحة 32. راح أخذ لكم مثال آخر، هذا المثال غير موجود في المنزمل. زين طلاب، هذا المثال غير موجود في المنزمل. أتمنى يكون هذا المثال واضح لكم، موجود بالمنزلة بس محلول بغير طريقة، انتم حلوه على طريقة مال الصبورة. إن شاء الله يكون مفهوم لكم. ناخذ مثال اخر اللي هو y example رقم 7 اللي هو y يساوي a هذا يصير عندي مثال y يساوي ها ليست y وانما اثبت طرفين بروف يوز دي مورغان هاي صيغه السؤال to prove the following equation يعني استخدم دي مورغان لاثبات هذه المعادله يا يعني المعادله اللي هي a زائد b c الكل بار واكو زائد هنا a b بار الكل بار فعندي بارات داخليه وعندي بار جامع لهم كلهم اثبت ان يساوي هذا الطرف اللي هو a في b بار هذا المطلوب اثباته شلون عندكم مبرهنات بالرياضيات اثبت طرف يساوي طرف نفس الفكره اثبت هاي المعادله فش تسوي انت تحل هاي المعادله ولازم الجواب يطلع هذا زين طلاب هذا المثال مو موجود بالمنزله راح اجي احل عندي دي مورغان داخلي احله وهذا الداخلي ايضا وعندي بار جامد معناها بار كبير على كل الاحرف فش اجي اول شيء اشتغل بالداخليات وبعدين اشتغل بالبار الجامع اذا اشتغلت بدني بهاي المجموعه اللي هي a زائد b c راح انزل الاحرف راح احول نزلت الاحرف اوزع البار على كل الحروف احول الجمع الى ضرب والضرب الى جمع صار الحروف اللي بيناتهم جمع قلت لكم تخلوها اقواس فصار a بار b بار زائد c بار انتهينا من هذا الجزء راح انزل الزائد طبعا البار الجامع ما انسى هذا البار الجامع زين لان لم اشتغل بي اني اشتغلت بس بالداخليات اللي هم ذولا راح اشير لكم اياها بغير لون على مود تعرفون اني بيش اشتغلت بس بذولا زين طلاب راح اجي اشتغل بذولا الصغار الجمع ينزل بعدين يتغير الجمع بالبار الكلي اجي اشتغل بذولا الداخليات اول شيء انزل الاحرف والضرب يتحول الى جمع والبارات تتوزع ليش صار هذا دبل بار لان هذا عده اصلي واجا بار صار دبل بار ايش عندي حرفين بيناتهم جمع اخليهم بين اقواس زين هسه البار الجامع ايش راح يسوي بيهم؟ راح يغير اشاراتهم كلهم، قبل كل شيء احل هذا البار الجامع انزل الاي بار والبي بار زائد سي بار انزلها الزائد انزله الاي بار ينزل زائد بي دبل بار هو بي بس هذا احله صار عندي السؤال الاحرف نفسها بس انا ايش سويت؟ حليت الداخليات بعدين هسه احل البار هذا الجامع. زين طلاب؟ فاجيت حلي
حليت الداخليات حليتها، راح اجي اوزع البار الجامع اللي هو الكبير، فهذا احرف مالتي تنزل نفس الطريقه. والبارات الاصليه تنزل، اجي اوزع البارات، كل حرف اخلي له بار، واحول الضرب الى جمع. الضرب الجمع الى ضرب، عفوا هنا عندي جمع حول ضرب، وهنا عندي جمع حول ضرب. زين طلاب، فعندي اقواس اللي هي اي بار بي بار، الاقواس المجموعه هاي اللي هي هاي بيناتهم جمع، الحدود اللي بيناتهم جمع اخليهم بين اقواس، وهذا اخلي خارج القوس. اجي احل A تصير زائد B، ليش؟ لان بار دبل بار زائد C صارت بين قوسين في A B بار. اوكي طلاب، هذا الناتج النهائي للدي مورغان. فايش راح اجي اسوي؟ راح اجي اوزع اقواس، اكمل تبسيط. ليش؟ لان رايد حد واحد، فاجي اكمل تبسيط. راح اكمل لكم هنا. شو يصير بالتوزيع؟ A في A B بار زائد B C A B B بار C. وزعت أقواس، هنا عندي قاعدة شو تقول؟ تقول B في B في B بار هي صفر، فراح الحد كله. وهنا قاعدة التوأم، فشو يصير الحل؟ A في B بار وهو المطلوب. شوفوا نفس المطلوب A في B بار. راح أعيد لكم إعادة سريعة عن المثال، أعيد لكم إعادة سريعة طلاب عن المثال شو سويت فيه. حكمل لكم بس هذا، يعني قيمة المعادلة هاي أولا أسوي جدول A و B، صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، أقول له بي بار، أطلع البي بار معناها واحد صفر واحد صفر، أطلع الأي في البي بار صفر صفر واحد صفر. زين طلعت الجدول، هاي ثاني الجدول، أجي أرسم أي وبي بار، شي يجمعهم؟ يجمعهم أنت اللي هي الأوتبوت. خلص رسمت، طلعت معادلة جدول ورسمت. راح أعيد إعادة شلون بسطت. أول ما أجي أطلع على السؤال، سؤالي بي بار كبير وبي بار مجد يعني صغير، وبي بار صغير ثاني وبيناتهم جمع، هذا السؤال مالتي. راح أجي أشتغل بالبار الداخلي اللي هو محوطة لكم باللون الأحمر، أجي أشتغل بالداخلي وبعدين أشتغل بالبار الكبير. فالبار الكبير نزلته، اجي انزل الاحرف اللي بالسؤال، اوزع البار الصغير على الاحرف اللي تحته فقط، الاحرف اللي تحته، يعني هذا اللي هو هذا يتوزع الصغير، هذا ما عليه، هذا بار واحد، مو توزعوا لي اياه على الكل، لا، كل مظله، كل مظله يعني هسه هاي المظله فوق راسي تتوزع على الاحرف اللي تحتها فقط، لا تخربطون، الاحرف اللي تحتها فقط. فهاي المظلة الصغيرة تتوزع على الـ A والـ B والـ C فقط، هاي المظلة تتوزع على الـ A والـ B بار، لا تنسون. أما إذا كان بار كبير فيتوزع على كل الأحرف بعدين. زين طلاب، شوفوا هذا البار الجامع عندناها نزلته، وين وصلت؟ وزعت الداخلي، أجي أنزل الأحرف، البار الداخلي أنزل الأحرف، وش أسوي؟ أوزع البار على كل الحروف، نفس الملاحظة، وزعت البار على كل الحروف، أحول الجمع إلى ضرب والضرب إلى جمع، أي حرفين بيناتهم جمع أخليه بيناتهم أقواس، هاي قاعدة، أي حرف بيناتهم جمع أخليه أقواس، وأخلي الحرف هذا برا. زين طلاب، أجي أشتغل بهذا الثاني الداخلي، أنا ما مشتغلة بالكلي، الكلي هذا نازل، هذا مو خط، هذا بار. زين طلاب،
اجي اوزع البار على كل حرف والضرب يتحول الى جبل، هذا صار دبل بار. ليش؟ لان عده واحد اصلي، فالبي دبل بار بس فكيته سويته بي يعني يرجع الاصل. اجيت راح اوزع البار الجامع، يتوزع البار على كل الحروف الجامع والضرب يتحول الى جمع، الجمع يتحول الى ضرب، الجمع يتحول الى ضرب، الجمع يتحول الى ضرب. زي الطلاب اي احرف بيناتهم جمع اخليهم بين اقواس، هاي قاعده. اجيت فكيت هذا رجع الاصل، هذا رجع الاصل، السي يرجع الاصل، الاي رجع الاصل، البي هو بي بار يضل. اجي اوزع اقواس، وزعت اقواس، هاي عندي قاعدة التوأم، هي أي وحدة أختار تصير أي بي بار ينزل. وهنا صفر عندي فتروح، إيش يبقى عندي بالحد؟ أي بي بار وهو المطلوب. جيت سويت جدول، جدول ثنائي، لأن يعني عندي بس حرفين أي وبي، معناها 2 × 2 = 4، يعني 4 احتمالات بالجدول. وأجي أرسم، اتمنى يكون مفهوم طلاب هذا المثال. اخذ لكم اخر مثال ونختم، اللي هو المثال الثامن. اخذوا سكرين شوت للمثال، ان شاء الله يكون واضح لكم. هسه المثال ايضا مثال اضافي على مود تكون الفكرة واضحة لكم، يعني شنو دي مورغان. طبعا موضوع دي مورغان طلاب جدا مهم، يجيكم بالفصل، يجيكم بالفاينل سؤال، فدير بالكم عليه، هذا الموضوع مهم. زين اكزامبل رقم 8، حليت لكم 8 امثله. واي تساوي اي في بي بار زائد اي بار بي الكل بار. زين اي بار بي لكل بار. ايش اجي اسوي؟ عندي بار كبير معناها دي مورغان. شو يقول دي مورغان؟ يقول على كل الاحرف اللي بالسؤال انزلها، اوزع كل البار على كل الحروف، بعدها احول الجمع ضرب الى جمع، والجمع الى ضرب، ضرب الى جمع، كل حرفين بيناتهم جمع اخليهم بين اقواس، هاي قاعده لا تنسوها، كل حرفين بيناتهم جمع تخلوهم بين اقواس، لان اذا تغيرت مواقع الاقواس يطلع عندكم خطا بالسؤال. فاوزع، طبعا قبل ما اوزع افك ارجع الاصل، اي بار ينزل، بي بار يبقى بس بي، هذا يبقى بس اي وهذا يبقى بي بار. راح اجي اوزع اي بار في اي زائد A بار في B بار زائد A في B زائد B في B بار. هذا يروح قاعدة تقول صفر، هذا يروح قاعدة تقول صفر، يبقى بالحال فقط A بار B بار زائد A B، هذا الحل مالتي. أجي شو أسوي؟ أجي أرسم جدول، عندي 2 انبوت A و B، 0 0 0 1 1 0 1 1، أطلع A بار معناها عكس جدول الـ A 1 بين 0، B بار عكس جدول الـ B 1 0 1 0، A بار في B بار معناها هذول الجدولين أضربهم 1 0 0 0، A B معناها أضرب الـ A في الـ B 0 في 0 0 0 في 1 0 0 1، حطلع الناتج النهائي اللي هو الواي، اللي هو هذول اجمعهم اثنيناتهم، واي زائد 0 1 0 0 1. اجي ارسم لكم، عندنا الاي اي بار ويا البي بار علامة الاند، والاي هاي اي بار، هاي اي العفو، هاي بي، من اخلي لها مثلث تصير بار تطلع بالاند، وارسم اي في بي، يعني قبل البار اسحب من الاي
البار اسحب من البي واجمعهم باند وهنا يجمعون باون اخر شيء اللي هو الواي. انتهت محاضرتنا لليوم طلاب، اي سؤال كتبوا لي بالتليجرام ان شاء الله او بالكلاس روم. موفقين ان شاء الله، وان شاء الله تكون المحاضرة واضحة والأمثلة ايضا واضحة. مع السلامة.